نحن الآن في مخيمات يازباخ وتحديدا في ريف حلب الشمالي بالقرب من الحدود السورية التركية على جبل مطل على منطقة مدينة عزاز. نحاول الآن أن نرصد لكم أحدى العائلات الأيتام. طبعا هنا في هذه الخيمة تحديدا 5 أطفال من الأيتام، لا يوجد لديهم أب، لا يوجد لديهم حتى أم. تفاجأنا بعدما وصلنا إلى هذا المكان، هناك أم ترعاهم من خيمة قريبة منهم. نحاول الآن أن نرصد لكم طبعا هذه العائلة التي استطاعت الأفاد التواصل معنا لتغطية هذه الحالة وأيضا الوصول إلى هذا المكان للتنسيق ومساعدة هذه الأطفال الأيتام داخل هذه الخيمة. كما نشاهد هذه الخيمة الصغيرة جدا في هذا الحر ودرجة الحرارة التي ترافق أكثر من 39 درجة حرارة مئوية في فصل الصيف. نحاول الآن نرصد لكم هذه الخيمة من الخارج وأيضا نرصد لكم الخيمة من الداخل والأطفال الذين هم قاطنين في هذه الخيمة. طبعا لنتحدث أكثر عن هذه الخيمة والعائلة والأطفال الذين يتواجدون داخلها لنرصد العائلة الأيتام والأطفال. السلام عليكم عمو. طبعا هنا الأطفال الأيتام المتواجدين هم 5 أطفال في هذه الخيمة التي لا تقي لا حر الصيف ولا أيضا برد الشتاء. طبعا نحاول أن نرصد لكم من داخل هذه الخيمة العائلة. السلام عليكم خالتي، بس بعد إذنك تفضلي. هون هون خالتي، تعي لهون تعي لهون. السلام عليكم خالتي. أهلين يوب. أهلين أهلين وسهلين يا ابني. لو تحكي لنا اليوم عن ال5 أطفال اللي حاليا أيتام أنت عم ترعيهم داخل هاي الخيمة، شلون كانت حالتهم وقت اللي أجوا لعندك؟ شلون صارت الترتيبة وشلون كان وضعهم لحد اللحظة هاي؟ والله يا أخ يا ابن أختي وضعهم سيء ميكة. كانوا مع أبوهم، أبوهم مريض كبون وما بقى يسأل عنهم، ونعستهم من الموت. هذا عم موت، هذا الصغير هذا عم موت. جبته وصورناه صورة وبعتناها لتركيا، قلنا عم موت اللقمة ما يحسن يبلعها. جبتهم وأنا ونسباتي وبناتي وولادي وجبناهم وقمنا بواجبهم، وأنا وضعي سيء تعبان ميكة. وحسن هلعب بحسن عليه الطبخة والأكلة وهالشاضرة وبس هيك، والولاد دائما جنبي كنهنة. وأبوهم بعيد من هون، عقله طيق طيق، عقله على الخالص، مريض على الخالص، ولا أم ولا شيء. كلهم أنا عبر عاهم، أمهاتهم كلها عند أولاد، وضعهم سيء وأكثر من هيك ما بحسن أحكيش. اليوم أنا بعد ما جيت على الحالة الوضع الأطفال على أساس أنه هن لديهم أم، وتفاجأت أنه أنت عم ترعيهم ما موجود معهم أم أبدا أبدا، ما حد اعترف عليهم. أمهاتهم متجوزة من زمان وقديم وعندهم أطفال غيرهم، وما في حدا هون غير أنا عم بطلع عليهم. وهلأ لا أنتوا جيتوا، الله يجزيكم كل خير والله يحميكم مشان تساعدوا هالاطفال اللي حالتهم بتبكي الحجر، الحجر ببكي عليهم والله حالتهم بتأذي. طيب اذا بدنا نحاول نحكي مع الاطفال عن اوضاعهم وحياتهم المعيشيه في هذا المخيم بالتحديد، نحاول نحكي مع البنت الكبيره. يعطيك السلام. شلونك عمو؟ اهلي. احكي لي شلون انتم عايشين حاليا بهالمخيم هذا؟ التركية بابا قال له بده يجي على سوريا، وقال كل يوم عم بينضرب قلبي ابره بالمساء كنا بتركيا. بعدين لقى بابا اجى لهون، رحنا على فاطمه اخته كمان مسكره كمان انهزمت منه. بعدين قام اجى لعند اخته هي، حوته كتير، حوته يعني كتير كتير. بعدين لاخر شيء يضل يحكي لها تركيا على فاطمه هيك وهيك اخر شيء. بعدين لقى على وضعكم شلون هلا؟ بعدين وضعنا جابتنا هيك، حطونا كلياتنا اكل. بعدين لا قام اجى اخذنا، بعدين لا رجع قام تقاتله ياخذ هالولاد منك. بعدين لا قام اخذتنا مننا هيك. بعدين لا كل يوم من في الصبح من لم الخيمه، بعدين من الشطح، بعدين عنا كل يوم بتجيبه غدا فطور بفطور وغدا بغدا العشاء بعشاء، وكمان ترجع بتلف اكثر هيك.
طيب انت واختك حاليا عم تناموا بهي الخيمه على الشوب، شلون عم تحسنوا تقدروا تناموا بهالخيمه بهالشوبات؟ لك لا شي بنروح بنبرك هنيك مع عمامي بالمطبخ، ايه وشي من هون بنبرك، شي عمامي بتروح غبرك بيلحقوا اخواتي هيك، شي يعني فاطمة معنا. بتصح لي، ايه طيب شي احكي لي حدا ايش بصح اسماء لي. اخو اخوتك كلهم، اسمعهم من كبير وانت رايحه. ايه مراد، هلا اياد، بقولي بقولي ايه مراد، اياد، ذهب، ختام. تمام، الله يعطيكم الف عافيه. طبعا بعد وصولنا الى هاي الخيمه بالضبط تواصل معنا الافاد، وكان بحضوره على هاي الخيمه قدر يامن مستلزمات لهي الاطفال اللي موجوده هون. لو نحكي مع عنصر احد عناصر الافاد في طبعا هذا المخيم اللي حدثني اكثر عن العائله. السلام عليكم، يعطيك العافيه. وعليكم السلام، الله يجزيكم الف خير يا رب. الله يسلمك. لو تحكينا اليوم بالنسبه لنا شلون بالمخيمات عايشين الأطفال، شلون عم تقدروا توصلوا لأكبر عدد من العائلات اللي موجودة في هاي المخيمات؟ طبعا نحن عندنا اكثر من مخيم بالريف عزاز، منطقة عزاز على حدود التركية. طبعا نقدم قدر الامكان المساعدات الغذائية، المي، الألبسة، وعندنا نحن تنسيق مع الآفاد، الآفاد موجودة كمان بالمنطقة، ونقدم جميع المساعدات اللي له العالم اللي موجودة ضمن هالمخيمات. بس طبعا حاليا على موجة حر هالجو شوي عم بصير عندنا صعوبة بتقديم الخدمات لهالعالم، وإن شاء الله تعالى بنكون قدمنا أكثر مساعدات لهالنازحين الموجودين. حياة طيب صعبة ضمن المخيمات، بين طيب السجار، نحن بين اليوم سجار الزيتون. نحن عم بقول لك انه نحن اليوم بالكين في منطقه يعني مثل ما نقول عباره عن جبل وشويه تراب، وعم نشوف هالخيم لا تقي لا، يعني هلا نحن بركنا العرق بلش يزف مننا بالخيمه هاي. طبعا الله يكون بعون الشعب، ما بيطلعوا ليد، الحياه ماساويه، يعني العالم بيركب بعشوائيات هون ضمن اراضي زيتون، ضمن اراضي ترابيه. طبعا نحن زرنا العيلة هون بعد ما أخبرنا بالعيلة الأطفال اللي موجودين بيا زباق القطاع الخامس، جينا شفنا وضعهم وقدمنا لهم بعض المساعدات للأطفال، وإن شاء الله راح نتبناهم للأطفال، نقدم مساعدات أفضل، نأمن لهم مكان سكن أفضل، نأمن لهم حياة كريمة إن شاء الله تعالى. بالنسبة للأطفال الخمسة الآفاد، طبعا إدارتنا اللي موجودة بعزاز تكفلت بجميع الموضوع، تقديم الخدمات للأطفال ولغير الأطفال اللي بحاجة للمساعدات. ما شاء الله، شكرا لكم. طبعا نحاول انه نرصد لكم من داخل هاي الخيمه الاوضاع اللي بشكل عام بالمخيمات، الناس اللي عم تماما اللي عم يعيشوا فيها في ظل الوضع المأساوي. طبعا الله يجزيهم خير الافات، كانوا متواجدين معنا والحجه هي اللي عم ترعى الاطفال. بنحاول نسأل خالتنا شوي عن الاحتياجات الخاصة للأطفال والاحتياجات العامة للمخيم بشكل عام. خالتي ايش بتحتاجوا انتم باليوم، يعني اذا نقدر الاحتياجات الشخصية للأطفال واحتياجات الشخصية للمخيم لكم كعيش؟ يا ابن اختي، يعني اهم شيء هلا نحن بدنا سوتير مي هون قدامنا، مشان لاني دبيات وحالي تعبي، والدايركتور بيجي مره واحده وبروح، وتاني وحده كمان ضومه عندهم عتمه، كمان عبناموا على العتمه مثل دبيبه مثل شيء، كمان ما في عندهم ضو. وايش من انتم قدمتوا هيك يعني غذائيه لهالاطفال، لاني وضعهم ما كان تعبان، ويعطيكم الف عافيه وكتر خيركم انتم والافاد، والافاد ما شاء الله كمان اجت فطمتنا الحمد لله، قدمت لهم الخير الحمد لله، والفضل ابو عمر الحمد لله، الله يجزيك الخير ويحمي لاولاده كمان ويحميكم جميعا. وانتم ايش ما بتطلع بايدكم بس ساعدوهم، الله يكثر خيركم يا رب جميعكم. الله يسلمك خالتي. طبعا نحن بنحاول نرجع لعضو الافاد، لو تحكي لنا الاحتياجات الشخصيه اللي عم يعاني منها اهل المخيمات اللي موجودين هلا، يعني في فصل الشتاء البرد عم طبعاً. نعرف انه في فحم، في تدفئه مثلا، في عازل للارض، بس فصل الصيف على هالحر هذا شو ممكن انه يكون احتياجات شخصيه؟ المشكله في فصل الصيف يعني الامور، طبعا العالم بحاجه لوح طاقه شمسيه، بحاجه بطاريه، بحاجه مروحه، هي الاهم. نحن عم نحاول ان شاء الله نامن شيء لهالمخيمات. طبعا وزعنا ببعض المخيمات المواد هي كلوح طاقه، كبطاريه، كمروحه، بس ما عندنا القدره اللي نغطي جميع المخيمات، عدد كبير يعني متواجد بالمنطقه نازحين كثير. نحن قدر الامكان ان شاء الله راح نقدم المساعدات اللي بنحسن عليها ضمن المنطقه.
طبعا نحن بعد ما بلغنا الاستاذ مغور مدير الافاد والاستاذ حقان المنسق في منطقه عزاز، وطلعنا لهون لعند الاطفال هدول وشفنا وضعهم، شفنا حالتهم، وقدمنا بعض المساعدات، وان شاء الله لقدام على افضل. رح نتبنى الخمس اطفال ان شاء الله. طبعا الافاد رح تتبناهم، رح تقدم لهم مساعدات، خيمه، رح تدل لهم امور العفش ان شاء الله تعالى، وراح يكون في اعتناء اكبر ان شاء الله. طبعا نحن حاليا مثل ما عم نرصد الاوضاع الاطفال المتواجدين داخل هذه الخيمه، نحاول ان نرصد لكم الاطفال داخل الخيمه بالتحديد، من داخله ومن خارجه ايضا، نشوف شلون قاعدين في هذه الخيمه. طبعا مثل ما قلنا شايفين هون ما عندهم غير دشكين صغار بيبركوا عليهم، وايضا تم وصول بعض المساعدات من الافاد كمان مثل ما احنا شايفين، هي المساعدات من الافاد.